أهلا يا محمد، كيفك؟ شو الأولويات بحياتك قبل شريكتك؟ أنت وحيد على بنتين صح؟ صح. وبدك شريكتك تحبهم قبلك؟ مظبوط. زي كانت رفقة معهم وكانت قريبة منهم، يعني حتكون قريبة مني. بس هي بدها تتزوجك إلك مش أخوتك. ايه بعرف. طيب مشي معي شوي، إذا أنت حبيتها كثير ايه وفي عندها كل الشروط وهيدي هي بدك تتزوجها، بس راسها على راس إخواتك ما ركب. هن إخواتي لأنه بيحبوني ف كمان بجربوا يزبطوا شوي، فعادي حتى لو هي عنيدة بتزبط تركب. صبايا إذا بدكم تتزوجوا حجازي بدكم تحبوا إخواته وتعرفوا عليهم قبل ليعطوكم البركة. ليك أنت البنت اللي بدها تفوت على حياتك فايتة على صراع مع نساء، يعني أمك إخواتك، وبدك إياها تتفهم إنه كل رفقاتك بنات. الأنتوراج تبعي بنات، كيف منين إجوا ما بعرف. فين بليز كون مثلك؟ لا يكون الأنتوراج تبعي كله بنات. بس علمني، قل لي كيف، شو عملت بحياتك حتى انتوراجك يكون كله بنات؟ احلى شاب على تيك توك، فيمكن البنات الكتار يمكن ورا الموضوع ما بعرف يعني. عرفتك لانه بفتكر انه بيحمروا خدودك مثل البندوره. خلي يحمروا. ليك ليك ليك. قديم قديم قديم. بس هيدا شهرك صح؟ ايه صح. حمرهم شوي. انا اذا بدقرهم بيحمروا. اذا بدقرهم؟ زقفة لخدوده لمحمد. فوق كل هيدا، فوق كل هالشروط، علاقتك السابقة خلصت لأنه قررت تاخد بريك؟ ايه بوز. بدي ارتاح، غير كتير عالية. شو بتقولوا للصبايا لما يطلعوك أول واحد؟ غير إنه أنت أحلى شاب على تيك توك، يلي هو لقب بياخد العقل باي ذا واي، يعني هيدا كان طموحي من أنا وصغير. عن جد؟ ايه أنت أحلى شاب على الإنستا يا رايد. شو بتقلن؟ هن سمعوني انا شو حكيت وعلى اساسه هن حيقرروا اذا حيحطوا لي علامات عاليه ولا لا. عظيم كثير، منيح. زقفة لحجازي. فينا شيء؟ هذا التخبيص يلي صار هلا رحمه باللي جايينا هلا مع ماجد. ليه؟ هلا بتشوف. شكرا. ماجد تفضل.